السلام عليكم البنات، كيف دايمين؟ لاباس عليكم؟ اليوم واحد الروتين اللي هو مختلف. قررت انني ندير لكم روتين ديالي غير من الخمسة العشية للفوق. كما شفتوا ساعة في الدار دابا الخمسة قلتولوت، الخمسة قلتولوت صافي كنخرج باش غنمشي نجيب سلمى من ليكول. الصراحة هاد الايام هادو شوية ولات كتزير في القراية حين تبداو لي كونترول. غتقولوا لي اين كونترول؟ بداو لي كونترول غدا، اول كونترول عندها ان شاء الله. الله يعاونهم، الله يسهل عليهم كاملين، وبالخصوص الناس اللي عندهم الباك هاد العام، الله يوفق الجميع. المهم يعني عندها الخدمه، غنحاول نوريكم شي حويجات تستافدوا منهم. المهم انا غادي دابا نجيبها، ما لك معايا ضروري، راكم عارفين ما كاينش اللي يشدها، ما سخيتش بها. المهم انا غادا دابا تنوصلوا انتم معايا. Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. كما شفتوا البنات يلاه وصلت. الحمد لله لقيت فين ستاسيوني، مولفه ما كنلقاش فين ستاسيوني. كنهبط لواحد الدريبه هنايا وكان ستاسيوني فيها، وكنهز الزمالك وكنمشي نوقف حدا الباب حتى كتخرج سلمى. ولكن فاش كان ستاسيوني هكا قريبه للباب كنبقى جالسه في الطوموبيل حتى كيحلوا الباب، وكنهبط بالخف نمشي نجيبها، وهي غتخرج وها نتوما معايا. يا اختي. المهم بنات انا جبت سلومه. اول حاجه كندير فاش كنركبوا في الطوموبيل شناهي يا سلمى؟ نقول لك شنو كندير؟ كنسولها شنو درتي في ليكول، العربيه شنو دارت لكم، الفرنسي شنو دارت لكم، باش هكا انا كتكون عندي فكره شنو قرات وكنعاودهم معاها في الدار. المهم شنو درتو؟ ديكتي؟ ديكتي اليوم او في العربيه والفرنسي. درتو الاملاء في العربيه ودرتو خلي على تناك بوكان. انا خدات ليها وخدات لختها هنايا حدا ليكول كيكون عامر اسي. واحد القضيه غتعجبكم بزاف الصراحه، بعض المرات كنتلفو شنديرو العشاء شنديرو الغدا شنديرو العشاء شنديرو الغدا. بعض المرات كناخذ افكار من عند سلمى، كنكون ناسياهم وسلمى كتعاوني. بحال دابا قلت ليها من بعد ما هضرنا على ليكول، قلت لها سلمى شنو تبغي للعشاء؟ شنو قلتي لي سلمى؟ شنو بغيتي؟ سباغيتي فيهم لاصوص بلانش. حيت كيعجبوها واحد السباغيتي ماشي بماطيشا لاصوص وداكشي، كيعجبوها واحد سباغيتي بلاصوص بلانش. المهم غنوصل للدار وغنديرها ليها حيت صراحة ساهلة ودغيا كتوجد وبنينة. عرفتي انا كنموت عليها. انت كتعجبك حتى مالك كتاكلها معانا حتى باباك كتعجبو. المهم انا هي الصراحه كنوريكم شهيوات اللي هما ساهلين واقتصاديين وخفاف دغيا كيوجدوا. راكم عارفين خصكم ماشي طباخه، يعني كندير داكشي اللي كندير لداري ولعائلتي راجلي وبنياتي وكنشاركو معاكم. اما راني عارفه موجود تبارك الله هنا الطباخات اللي كيتفرجوا فيا، ما شاء الله عليكم الله يعاونكم. قول لك انت جايه عندك سلمى ستار عندك تنساو ما تدخلوش لاشين ديال سلمى ديالي سلمى ستار. راكت حتى هي شي حوايج لي زوينين. انتما كتفرجوا في ماما الجاي ديالكم يتفرجوا فيا تندير انا سلايم هذاك الشيء زوين تفرجوا فيهم واعي. تلاقيت مع واحد المراه وقالت لي بان ولدها متبع سلمى، وقالت لي الروتين اللي دارت سلمى ديال المسائي قالك طبقوا ولدها، يعني طبقوا واحد التطبيق قالت لك رائع، يعني الاطفال راه كيشوفوا شي حوايج كيطبقوهم.
نتمنى تدخلوا لاشين ديالها، راه غتبقى تعطي شي حوايج زوينين للاطفال ديالكم. وهي قناة مسلية ترفيهية فيها اللعب، فيها تعليمية، يعني كتعلم بزاف الحوايج مهمة. اللي عندها وليدات تدخل تشارك في القناة، غنحطها لكم هنا. والصراحة من الروتين اليومي ديالي هي واحد الحلوة، مش حلوة، المهم واحد باتيسري انا نوريها لكم، كناخدها بثلاثة دراهم. الله يخليك، كتحمق. كناكلها يوميا، كنجيب سلمى من ليكول، كندوزو هنا يوميا. هاي مقابلة مع نوريها لكم، في هذاك الشي غزال. المهم بنات، وصلنا للدار مع تقريبا ديك اونس الخمسة ونص. الصراحة غير كندخلو سلمى مهنياني، كتدخل نيشان تهز بيجامتها، تدخل للطواليت، تغسل يديها وجهها رجليها، كتوضا، المهم كتبدل الملابس الداخلية كاملة ومعلمة هذا الروتين هذا كديرو يوميا. المهم كما كتشوفو راه مالك حطيتها في هذيك الناموسية. سلمى كتموت على الكريبان، كيعجبها هكا محمر، كدير فيه يا اما نوتيلا يا اما الكونفيتير. وانا واخا كونفيتير، انا حلوتي اللذيذة، حلوتي الجميلة، كنموت عليها. واش نتوما بحالي كتبلاو بشي حاجة كيخصكم يوميا تاكلوها؟ بعد المرات راه كنمشي عندو، الا لقيتها كاينة كنمشي كناكلها حتى في الغدا. واعره وعامره من الداخل باللوز. هذه كامله غير ثلاثة دراهم، كناكلها كتقهمني هذه. وغندير قهيوه، المهم غنديرو الكوتي دغيا بالخف. والوقيته اللي حنا كنديرو الكوتي غتشوفوني غنحط باش غنبدا نوجد العشاء، حيت راكم عارفين الوقت دغيا كيبدا يتصارع معاك في هذه القصه هذه. يلا انتما معايا. غندير لي بات هما الاولين، بعد ما الماء غلى ليا مزيان غندير هادي سباغيتي. المهم سباغيتي لي بات اللي عندكم، شويه د الزيت البنات، غير تقريبا واحد المعلقه، وشويه ديال الملح. صراحة البنات من بعد ما كنديروا الكوتي كنخلي الكوزينه هكا، كنهز الماعن غير من الطبله وكنحطهم ليها، ما كنغسلش الماعن ديال الكوتي. علاش؟ حيت غيشدوا، ماشي غيشدوا الوقت، ولكن صافي كنجمع كلشي حتى العشاء وكنغسل كلشي. المهم حنا غنجيو دابا عند سلمى نشوفوا شنو كدير. ها هي مسكينه كتوجد باش غادي كتشوف شنو عندها باش غادي نهزو نقراو من بعد ما دارت الكوتي. سلمى فكريني نعطيك ستيلو بيك، صافي هذا ما زوينش كيكتب غليظ. هذا ما زوينش البنات، كنعطيها ستيلو بيك كيصدقوا ليها مزيان. المهم كنجيب كرسي من الكوزينه، كنجلس بحال هكا وكنبدا نخدم مع سلمى. المهم هي دابا كتشوف شنو عندها. نبداو بالكونترول. سلمى اللي عندك غدا عطيني كاي ديكزيرسيس سلمى؟ لا كاي تيكست نوريهم. هذا الدفتر كيعجبني حيت بهذا انا كنقول هو التواصل بيني وبين لاماتريس ديالها. بحال دابا عطاونا هي الورقه ديال لي كونترول ديال سلمى، غتبدا بماده الفرنسيه. المهم كاع لي كونترول كاملين، هنا الكونترول عندها ديال ليكتور، هنا عندها ديال لا بويزي، هنا ديكتي، هنا غرامير، كونجيغيزون، كلشي كلشي. وعاطين حتى لا دات معاياش. المهم غدا ان شاء الله، غدا لو 10 10 10، ها هما لي كونترول اللي عندها. عندها جوج بالنسبه لليكتور، دايرين ليها
ان نوفو تيكست، يعني لا ميتريس تقدر هي تكون جايبه ليهم من عندها وغيقرا. وبالنسبه الكونترول الثاني عندها واحد الصباح وواحد في العشيه، عندها واحد البلاصه هنايا عندها في الدفتر ديال جو كوني ديمو، خصها ديمو تكون هي عارفاهم وفاهمهم. لا ميتريس تقدر تعطيهم دي فراز وهما يشوفوا داك دوك لي مو فين غياخذوهم. المهم انا نخدم معاها يلا كيف وهنا بالنسبة للبنات عندها هذا واحد الديكتيرس، هاد ما غيكونش عندها فيه كونترول حتى نهار الجمعة، ولكن كتبدي تهيئي. نصيحة اللي غنعطيكم، قربوا الامتحانات لوليداتنا، قربوا لهم الفروض ولي كونترول، حاولوا ما امكن انكم تبداو معاهم قبل، يعني بحال مثلا بالتربية الإسلامية، الدروس ديال حفظ القرآن، هذاك الشيء يفوا يتكتب الدرس يتحفظ، يتكتب يتحفظ، باش ما كتلقايش الصعوبة فاش كيكونوا عندهم لي كونترول. بحال دابا أنايا عندها الديكتي تا نهار الجمعة، دابا غنبدا نخدمو معاها باش يعني يولي جهة سهل وتجي فيه مزيان إن شاء الله. خسيت لك هادي لكل دو لا فوري على كل دو لا فوري اون ريسيت لافابي لا سوري لانس دي دي ا بي سي دي لو شافري سي موستاش او اف جي اش لا غرونوي غرامب على ليشيل اي جي كا ال لو بيفير كومونس ا تابي ام ان او بي لا سيغال بريفير شانتي QRST. Le perroquet vient d'arriver. UVW tous répétèrent sans qu'on les aide. X, Y, Z. Christine Fayotte. Top. Bravo. D'abord, on chante Fabien Islamia. Yalla, d'abord, le Coran. Abdi Limel, Allahu. الله سبحانه وتعالى هو خالق جميع المخلوقات كالإنسان والحيوان والنبات والسماء، وهو الواحد الحافظ لنا من كل الشرور. سالت سلمى الحفاظة ديالها، جالسة دابا كتفرج بين ما انا نوجد العشاء. لي بات ديجا راه تسلقات، سلقتها قبيلة فاش كنا كنديرو كاسكروت. هبطت للحانوت جبت معايا الجيكس، ان شاء الله غدا خصني نضرب شي فركة الكاسرونات والكوكوط سميتو هاد المقراز حتى هو مهم جبتو باش غنضرب ليهم واحد الفركة. وصافي هادشي اللي كاين، غنوض نوجد العشاء. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الناس اللي مثلا كيقولوا لي اسماء يعني ما كتعطيناش الطبخ، انا الصراحه كنعطيكم داكشي اللي كندير لداري لراجلي ولوليداتي، يعني الماكله اللي انا كنديرها باش غياكلوها ولادي وراجلي هي اللي كندير في الفيديو. ما يمكن ليش انا غادي نكلف راسي مثلا وندير ماكله او وجبه اللي انا ما غنستهلكاش، ما غياكلوهاش ولادي ما غياكلوهاش راجلي وغنضيع فيها. فيعني داكشي علاش كنشارك معاكم هذاك الشيء اللي انا غنطيب لوليداتي ولراجلي. ويعني انا ماشي طباخه، يعني داكشي باش ما كنتعمقش لكم في الطبخ بزاف، حيت يعني كنطيب غير لداري لوليداتي ولراجلي وصافي. المهم غنوض دابا نوجد ديك لاصوص بلونش وهانتوما معايا. اول حاجه غنحتاجو البنات لهاد لاصوص جوج معالق ديال الزبده على بوطه مهينه، غنخليوهم يذوبوا. فاش كذوب بحال هكا زعما كليا يعني ملي كذوب، كنضيفو ليها معلقه ديال الدقيق، معلقه ديال الطحين، وكنحركو مزيان باش ما يتخلطش باش ما يتكورش لينا.
كتشوفوا الطحين ما تكورش مع الزبده، وغنضيفوا كاس ديال الحليب اللي يكون دافي ماشي بارد، وغنبدا نحرك بالخف. غندير شويه الملحه، هي كاين اللي غتجي بحال لاصوص اللي كنت درت مع الكغراتان، ولكن هذه زيد فيها الفرماج، وغنزيد شويه ديال الابزار. نزيدكم البنات، راه كاين اللي كيدير فيها الزعتر، كاين اللي عوض الزعتر كيدير قزبون معدنوس، كاين اللي كيدير فيها الثومه باش ينسم. انا قلت لكم يعني كندير شي حاجه اللي غياكلوها وليداتي وراجلي باش ما نضيعش فيها اللوحه، غتبدا تعقد ليا الوقيته اللي غتبدا تعقد. غادي نلوح فيها جوج ديال الفرماجات كيري، فرماجه كيري ولا لافاش كيري اللي بغيتو، بحال هكا جوج ديال الحبات. عتي سال البنات غير وج هادي زعما غير جربوها كتجي لذيذه، يعني حتى داك الفرماجات كيذوبوا، كتشدوا مثلا القياس ديال السباغيتي، القياس اللي نتوما غادي مثلا انا سلمى غادي نعطيها دابا تاكل بوحديتها حيت انا غنسين حتى يجي حمد. خديت لها القياس ديالها هي وختها. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ شويه من هذاك لاصوص وغادي نديرو بحال هكا منها مع لي بات درتهم قبيله، بردو شي شويه يعني دابا غادي نشعل عليهم البوطه، وغادي نبدا نحرك. فاش غادي نحرك غنضيف هادي ماشي الفرماج الاحمر، غنضيف موزاريلا بحال هكا هكا، وبوطه مهيله، وغنبدا نحرك. من بعد ما شربات البنات سباغيتي ديك لاصوص اللي وريتكم درتها معاها والبيشاميل، دابا غنجي داك لاصوص اللي بقى غنديرو بحال هكا من الفوق. جربوها البنات وردو عليا، جربوها وردو عليا، بحال هكا كتجي رائعة. وحيت انا سلمى بنتي ما يمكنش ما تاكلش اللحم، كدوز بين بنتي انايا ضروري درت ليها واحد 4 ديال الكفيتات بحال هكا. وهذه هي الفكره ديال اليوم ديال العشاء، فكره بسيطه واقتصاديه، وكما كتشوفوا ما كتشدش الوقت وكتجي بنينه وكتعجب الوليدات. جربوها غتعجبكم وبالصحه عشاكم. المهم البنات قبيله الصباح صافي ما قديتش نبقى نصور لكم حيت صافي دركني الوقت وخص سلمى تنعس. معليش معليش صافي، وصافي هي هذيك الصراحه. انا مهنيه من سلمى يعني تبارك الله عليها، تغسل سنانها، تبدل حوايجها، تطلع لفراشها، تغطي راسها، هذا الروتين ديالها علمتو ليها انها كتعتمد على راسها. وصافي بدلت انا الملاك وديتها التبديله الثانيه ما صورتهاش ديال النعاس، التبديله ديال النعاس البنات كنخليها حتى تبغي تنعس باش كتنعس ناشفه. كملت الكوزينه، ضربتها بالجفيف، دخلت طبعا في حالتي الصراحه غير من هنا لتحت حيت شعري ما كنغسلوش انايا اكثر من جوج المرات في السيمانه فقط. علاش؟ حيت كيطيح، كل ما كثرت ليه الغسيل غيطيح، يعني جوج المرات كافيين. كنجي عاد كنشهد بعد التمامه وهذا جا راجلي
كاين كنغسل وجهي مزيان، غسلت صوب هذيك الصابونه ديال لا كور، غندير روح ديال فيتامين او ديما كنقولها لكم باش كيفتح الوجه كيحيد الكحوله. الريحه ديالو غزاله، هذا كان جابته ليا خالتي اللي في كندا، زوين. كندير غير واحد الموديلاج خفيف هكا، ما تنسيش راسك. طفى ليا التليفون وغنكمل بالكاميرا. الصراحه مابقيتش كنصور بها، علاش؟ حيت ما عنديش التريبي وكتجيني متعبه باش نبقى هزاها ثقيله، حتى كيكون احمد عاد كيصور بها، انا كنصور غير بالتليفون. ها هو ديشارج عليا وصافي. دابا غادي ندهن يدي ورجليا، ما ننساهمش ضروري، حيت يدي النهار كامل وانا كنخدم بجافيل، يعني ضروري دهني يديك من اللي زيت، ما تنسيهمش. ماشي تلهي في الشقه وتماره والدراري وتخلي يديك، كي كتقول يا ماما تهلاي في يديك وتهلاي في صحتك وفي خيالك. كلمه ديال ماما تهلاي في خيالك، فين هو خيالي؟ خيالي. المهم كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وانا متاكده الناس بزاف قالوا لي دير لنا لي روتين، كيعجبونا لي روتين. حاولت هذا الروتين هذا من 5 9 الليل اولا من 5 ل 8 مع الدراري ديالي وفي داري، راكم شفتوا كاع شنو دوزت في هاد الوقيته هادي. ما تنساوش لي لايك، الناس كاع اللي كيشوفوني اول ما تابوناو يوصلكم الجديد ديالي مع فيديو جاي. باي باي عليكم.